special guest. فرحان برشا الليله اللي فما رابور يظهر لي من التامبر نعرفوه من الكلام نتاعو نعرفوه من الموزيكا نتاعو اوتوماتيكمون تنجم تعقلو شكون من انفلونزا واحنا ماشيين وعديد لي تيتر. فرحان برشا اللي يجي بحذانا والباب جديد عبد السلام فينيكس. مرحبا عبد السلام. اهلا ناس بروس شرب خير من مود شو جو عاد حنكيت حاجات اون فاس موسيقى ريمات ولا قناه برودوي لعبه رياكتي عبيت في بالها بيا اللي أنا فريمون رجعت نعم موزيكا ولا صافي بليز كوا. أنا أكثر حاجة تخاف منها كونه الناس تتنسيك ولا كونه الموزيكا متاعك تتنسي ولا بمرور الوقت الموزيكا متاعك تنجم تموت؟ بين ثلاثة ذوما أكثر حاجة تخاف؟ ما ينجموش يصيروا ثلاثة على خاطر أنا ديجا من تيترواتي لقدم يعني من البلاك ألبوم التوى العبيت تسمع في موزيكتي القديمة وتسمع في موزيكتي جديدة إمورتال عبسين فينيكس ديجا لو فينيكس اللي إمورتال يكو ولا اللي هذاك الفينيكس عم الإنسان مرتيلي. أنا عبسلم فينيكس اسمي عبسلم فينيكس مانيش باش نموت حتى نموت. أنا معناها جسديا موزيكتي باش تقعد معناها دي ميلينير القدام العباد باش ديما تقعد تسمع موزيكتي. فما ديزارتيست اللي ماتوا وماتت معاهم الموزيكا نتاعهم؟ مش عبسلم فينيكس جامي وافخار بيه. إذا كان نقول لك بينك وبين روحك شنو التيتر اللي ما تحبوش تنساه ولا التيتر اللي ما تحبوش يموت؟ التيتر اللي أكثر تيتر ماركون الناس توقع تذكر بيه عبد السلام فينيكس. خاطرني فينيكس بتاتخ جديد معناه سينو باستاردو في القديم. بيه إذا كنا نلخصوا الباركور هذا الكل عبد السلام من وقت إيش بديت قدم ميكرو؟ أنا صافي 20 عام موزيكا توا معناها أنت كتيبة واحد وكل شيء بي ولا إذا كنت تعطيني العام نتاع الانطلاقة. عام الانطلاقة أنا 2003 أول مرة بديت هكا نكتب ونتكت كنا فازيت موزيكا يبي سارك الانشينمون معناها صلحت روحي في الكتيبة ومن بعد دخلت في الريتم ومن بعد خلينا نقولوا أول دات اللي عبد السلام يقول راضي على روحي موزيكالمون. أنا عام عمري ما نكون راضي على روحي على خاطر ديما نجم نتطور ما اللي نعمل فيه كل حاجة بياس يونيك ديكو فوالا فخير. باه خلينا نقفوا على العام اللي قولوا تيان عبد السلام فينيكس بدي ريالمون وقتاش يكون العام هذا؟ اون فيت 2009-2010 وقتها صارت ترشيقة في الاندرغراوند في الراب في موسيقى في تونس وكنت أنا شاد البوديوم وقتها فولا. بعد خرج بلاك ألبوم 2012 خرج بلاك ألبوم ديكو وقتها جيتي أو توب في تونس. 2009-2010 على شنو كنت تغني؟ نغني على الحاجات اللي ما يلزمنيش نغني عليهم وقتها معني على السيستم على الوضع توسكي سوسيال مشاكل مع السيستم مع ذوكم كل معني 2009-2010 نورمالمون انسان في الفترة هذيك دي تابو في اكسح فترة هذيك معلم واحد بينه وبين روحه يقول علاش نخاطر بحياتي من اجل موزيكا. هي معناها سوا تيولا سوا تيولا با سوا انت تحب تمشي تحكي الحاجات فريمون انت انسان حقيقي ولا انت انسان فيك. انا مانيش تراند انا حاجة موجودة ديما عبستين فينيكس فهمت ديكو هذا هو معناها مانيش لامود انا ماني حاجه ديما باش تقعد موجوده ماني ديما لامود على خاطرني انا ما فهم حتى شيء يقعد موجود. الامبراطوريه الرومانيه وفيت الامبراطوريه العثمانيه وفيت الاتحاد السوفيتي طاح قعدوا يقريوا عليهم في التاريخ هذاك واش تحكي لهم انت تاو. دونك انت تحب نهار اخر الناس تقرا على موزيكتك ولا الناس تتعلم من موزيكتك؟ ديجا فيه جي فورمي عباد في الموزيكا انا في تونس برشا معناها وبرشا اسامي معروفه هو المره حد فهم قدام ميكرو بحذايا انا شكون برشا برو برشا احمد اول مره معناها في حياته بدا موزيكا كلايه والمره بحذايا كاتيبون والمره يسجل بكاليتي سافا سجل بحذايا بارهوما ما نعرفش برشا سامي معناها. هل الناس هذوما اللي انت خليتهم يكونوا موجودين قدام ميكرو اعترفوا لك بالجميل من بعد؟ مش الكل برو ما يهمنيش انا بطبيعتي انا نعم في موزيكا انا في الفايب نتاعي كرا هكا تالون ولا فازا نعطيه كوتبوس خاطر انا ما عطاني حتى كوتبوس ديكو الدنيا دي ما تمشي معناها مليو هذا نتاع انانيه ما فما حتى حد يعطي سلاحه ربي معاهم فرير. انا بالنسبه لي انا عندي مونتاليتي اخرى فهمت انا نعم في موزيكا للروحي ونعم في موزيكا باش نعطي بلوس للعباد ونعمل موزيكا باش نموتيفي العباد باش نشرجاهم باش نقريهم باش نوريهم باش نعطيهم حاجات اللي هما تنفعهم في حياتهم باش نعطي فيهم فك الفايب نتاع تك توفا فيت فيت ذاك الواش معناها عندي مرسويات عندهم 10 سنين و8 سنين التوا العباد تسمع فيهم يقابلوني العباد يقول لي راهو التراك هذاك عديت معاه الديبريسيون بتاعي
راهو تركا ذاك وانا نقرا وعندي صعوبات في حياتي ودرشناي نسمع فيك انت tu m'as donné de la force حاجات هذه ما تشريش بالفلوس انت كي تا دوني دو لا فورس عبسلام فينيكس بينك وبين روحك انا برو اذا كان فما عركه بينك وبين روحك من الداخل شنو تكون المعركه هذه باهي عبد معناها عنده كل العركه بينه وبين روحه من داخل معناها سي توتا في نورمال سي هيومان مي كي انا معناها نخزر قدام المرايه نجم نشوف روحي معناها نخزر روحي في عينيا نشوف روحي اللي انا جو سوي ريستي دون مي برينسيپ معناها ميم سي خسرت برشا حاجات معناها ماتريال في الدنيا حاجات معناها معموله بالفيكنس معناها جديده ذا نتاعك توندونس فيوز وسنيتش كيف كيما 69 معناها دخل لهم كاسنيتش ودرشنيه ولا الكولتور نتاع الالوان اللي تو تي نورمال توا معناها الدنيا تتبدل معناها تو تي بيرمي تو معناها حاجات خايبه في الناس نزلت على البرانسيب نتاعها ولي فالور نتاعها والقيم نتاعها باش تعمل نوامر وباش تخلط ناف خير شبعان انا عشت برشا عملت برشا حاجات في حياتي معناها جو غاز دومي برانسيب نقعد انا مرتاح مع روحي خير من اللي نعمل حاجات ومن بعد انا ما عادش نخزر روحي في المرايه ولا ما عادش مرتاح انا شو بيان كوم سا فخير قلت لي خسرت برشا حاجات شنو هي الحاجات اللي خسرتها مجرد الموسيقى خسرت صحاب فيك خسرت نقولوا ربحت صحاب فيك نعم هيك خسرت اخوات ربحت كي هما مشيو معناتها هذاك اش معناها انا راني انسان خاوي ونمشي ريت في الدنيا جو دون دو لا فورس معناها كي نقول لك راك خوك راني خوك راني معاك بالرسمي معناها جي في دو لا تول على خاطر مشاكل على خاطر نتاع في مشاكل على خاطر صحابي جي في دي تروك شديت حبس على خاطر صحابك برشا مرات فرير صاروا لي مشاكل وصلت شديت حبس على خاطر صحابي فرير فهمت ومانيش نادم على خاطر انت كي خويا وصاحبي وصلت ضحيت من نجم نقول ضحيت بروحك فيها هكاك نخمم فيها فوالا معناها هو ما نجمش انا قدمت في بلاصتو معناها كيف مفهوم الصحبه اللي تحكي عليه انقرض برو ما فهمش منه صحيت مي انا جو غاست في ديلا مي برانسيب الحمد لله فخخ ومانيش باش نتبدل راه معناتها مانيش باش نولي عبد اخر في نفس التمشي تاعي هكاك اوتنتيك واللي نحكي فيه هو بيدو في نفس التمشي هذا عبد السليم معناتها قادر معناتها تخسر حياتك باش تمنع غيرك ولا صاحبك سي بيت مي جو بو با شانجي فخخ سي بيت انا هذه الحكايه في في الميتولوجي الجديده نتاعنا وكيفاش العباد قاعده تتبدل فهمت معناها حاجه نورمال فخير معناها تبدلوا للبيه قاعدين ولا قاعدين تبدلوا قاعده تغرق الدنيا برو يا با دو فيديليتي يا با دو سكري تحكي حاجاتك العباد تقعد تحكي فيهم العباد تحب تقرب لك باش تعمل هكا تاخذ منك ليماج وتاخذ منك هكا جوست دي لايك ودي فيوز فهمت برشا فيكنس برو العالم هذا قاعد ماشي ويتهلك فهمت يلزم عباد صحاح يحكيوا في دي ميساج صحاح حتى انت باش يفايقوا برو لي جوناس موجود في يونيفير اللي خليني نقول مبني على الارقام معناتها اليوم سامحني الناس كي تغزلك سي فري تغزل فما عبد السلام فينيكس ما تغزل زاده فما ارقام ويظل لي من غير ارقام ممكن ما تنجمش تكزيستي في الوقت الحالي ميوزيكالمون نحكي برو باش نحكيو على الارقام وعلى الميوزيكاليتي راهو ريت تراك نجح وحاجه ناجحه راهو تقعد عام وزوز وثلاثه و14 و15 تنجم تعمل 15 مليون فيوز بتراك اما بعد 6 شهور تراك هذاك ينساوه الناس الكل لكن اليوم مقياس النجاح هو الارقام مالوريزمون برو يا اخي قاعد بحذا يدي زعيم انا تحكي لي عن نوامر فخيخ نحكيو على الاندر جراوند نحكيو على الكولتور نحكيو على حاجه صحاح فخيخ هي ما زاد الارقام مهمه تلعب دور مهم على الاخ الارقام برو اشتر الارقام احلى ناس احلى هدهوت فهمت الارقام برو اشترها يشريوا فيها العباد برو معناها انت تعرف وانا نعرف معناها باش تحكي لي على الارقام 90% من الفيوز اللي نشوفوا فيهم انت ما تفرحش كي تكون موجود في التوندونس برو انا بتبعتي موجود في التوندونس ما تفرحش بالليفل نتاع الببليك نتاعي الفاناتيك نتاعي انت كي تبدا موجود في التوندونس ما تفرح حاجه عاديه برو راك انت كل داخل التوندونس دونك تابع المنظومه هذه دونك تابع منظومه الارقام دونك تفرح كي تبدا تكون موجود في التوندونس مانيش نشري فيهم مش وانا نشري في فيوز فخاخ ما قلتلكش تشري العباد يشريوا فرير في فيوز يشريوا في تو نحكي على منظومه الارقام ولينا لك فازه برو انت معناها ياسر ياسر مؤلمه معناها توندونس في تونس متاع الراب خمسة من الناس يسبوا في بعضهم وكل فروق صغار متاع 14 و15 سنة يرياكتيو ودرشني والاخر مش نورمال اي بي سي ريان فخير ريتهم هذوكم اللي تعاركوا الكل كان جيب لهم ديل انت متاع فلوس تقول لهم يجاو تو نكريكم مثلا استاد في فرنسا نعمل لكم كونسير وسايب علينا من المشاكل وتمد لهم تل كاشي
تغيرش صحاب الكل معناها فما شيء برو كلها بيبي تشاف خير يا اعمي. علاش علاش الكونكورنس وليت مسخه اذا كان نستعمل عباره هذه؟ خاطر دخلت فيها الفلوس وخاطر عباد جواعه خاطر العباد ماهيش تعيش قبل ما عملت موزيكا. انا قبل ما نعمل موزيكا ديجا موجود عباد تحبني نعيش ندخل في فلوس نعيش ترانكيل سبونتاني مش الموزيكا عملتني. دوكو قعدت معناها الموزيكا ما بدلتنيش انا نورمال سبونتاني نعمل في اللي نعمل فيه جو سوي اليز فرير. كي تشوف التوندونس مثلا مبنيه على لي بيف ومبنيه على هذا يكلاشي في الاخر ودشنيه وكل شيء كبروا والاخر درشنيه ويجبدوا في العوار نتاع بعضهم قلت احياء برشا برو معناها النيفو طاح فهمت. موزيكا راهو حاجه ساميه تنجم تعدي بها بوزيتيفيتي للعباد تنجم تعمل بها برشا حاجات خير برشا من البيف ودرشنيه وانت درشنيه وكان سكير درش عمل تابع الكولتور هذا لي بيف تابع الكولتور فرير تابع الكولتور ويت بايف معايا بايف معاك تراك موزيكا فهمت تك تلحم موزيكا اخو شكون عنده ميوزيكاليتي اقوى ولا ما معناها بيف ان كونتر ان فرير هذوما يعملوا في بيف برو معناها فازا برو بيبي تشا سينما الموضوع معناها حل لهم سايفر برو جيب لهم هبط لهم ميكرو في الوسط وسايفر وبيبليك يحكم فهمت وريني برو شكون يرابي فيهم برو سايفر هبط ميكرو من فوق قولهم اي هاتش عندك هلا هالدرجه هذيك الكولتور فخاخ هلا هالدرجه معناتها الناس ما نجمتش بينات بعضها تكون واقفه لبعضها وسبورتي وسين ونهزو سين ونقويو من اليونيفير نتاعنا هذا كلوب هاك حل فرير الناس كل تحبك اما حد ما يحبك خير منه فخاخ سي سا لا في معناها من الاخر العباد تشوف تعيش مع بعضها ودرشنيه ميلفون ما فما حتى حد يحب الخير ما عندك ما فماش عندك رابوريت تقول هذوما صحابي رابوريت صحابي تقول هذا صاحبي ما نعرفش برو انا ما عشان خالت العباد في الانتوراج جاوبني نعم او لي ما نو فرير ما عنديش ما عادش انا ما عادش سي مالورو مي فما برشا رابوريت يقولوا عبد السلام صاحبي خاطر انا مريقل معاهم لا انا نسل فيك انت تويك على النظره نتاعك انت انا تنشوف مثلا رابور صحابه عندي صحابي عندي صحابي نعرف كبرنا كبرنا مع بعضنا جوسي اما ما عادش تنطبق عليه الديفينيسيون الاولى نتاع الصاحب اما الديفينيسيون كان دخلت اسمعني كان يدخل بيزنس في القعده وتدخل فما حست وفما درشني ما عادش نجم تقول عليها على العبد هذاك صاحبك خاطر وانت غايب ما تعرفش تحكي عليك فهمت انت ماكش موجود ما تعرفش تحكي في ظهرك فهمت الناس كل تضحك لك في وجهك راهو ناس كل يجيوني كيف يجيو هذيك اي بي فخير معناها هذاك في وجهي في ظهري ما نعرفش العباد اش قاعده تعيش معايا دوكو زيرو كونفيونس في الناس كل فخير وخليني انا روحي بعيد فوالا ميك باه كي تحكي الكلمه ذي ممكن يسمع فينا جون تالون تويكا ومغروم ويحب يطلع وده شيء يقول لك يا معلم شنو يستنى فيه برو ما هوش خصايص طفل تبارك الله عليه باش يقول لك شو شو شنو يستنى فيه حاب نحكي لك فازا برو يحكي فازا برشا عباد جاوني عاركوني شبيك تو فاليدي فلان وشبيك تو دون دو لا فورس لفلان وترشني الميريت طفل محليه تالونتيو جون شيخ هكا مازال في طمك وعنده البانش فهمت يحبوا يكسروه فرير خاطر العباد تغير منك ويشوفوا فيك انت تنجم توصل خير منهم وتنجم تعمل وتنجم تعمل يحبوا يمقصوك من لو يا اخي مثلا المرتبه الاولى في التوندونس مش كنت نجم مثلا نخلط لها انا وياك هاو نقسموا مع بعضنا زوز نقسموا لو سوكسي نقسموا قال لي الجاتو زوز نفرحوا مع بعضنا صعيبه الخايب اللي شكون يخليوه هذوما اخويا المجتمع المريض يا اخويا النمر 1 علاش ما يعيطش النمر 20 والنمر 2 علاش ما يعيطش النمر 19 في المروك برو لعبت تعيش هكاكا جوسي وكبرت القعده ولعبت دخل في فلوس مش نورمال في المروك والناس كل عايشة بيان خاطر فهموها اللي هي البيزنس كي يمشي البرتاج متاع القعدة معناها كي نوسعوا في الطاولة علاش نحن نبرتاجيو في طاولة برها 10 سنتي ونمشي معك ما أبعد هاو انت في فاز متاع كونفيسيون أنا زيدا باش نمشي معك ما أبعد يا خوي أنا ذكر عملت انترفيو للجراندي توتو لهني وعملت انترفيو المانيل وعملت انترفيو الستورمي وعملت انترفيو البرشا مغاربة كل انترفيو نجبد على السين متاع الراب في المغرب الكل يسميوه بعضهم سونز اكسبسيون ويقول لك هذا وهذا وهذا وفما وعنا 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 في تونس كي تجيب واحد يعمل انترفيو ما يحكي كان على روحه ما يجبد كان على باركورو ما يجبد كان خايب ياسر ميك خايبين من داخل ودايور خاطر كانوا جواعة خاطر كانوا ما عندهم حتى شيء جواعة هكا فهمت ويخزروا فهمت نهار تري شد هكا شوية ضو ما يحب حتى حد
يوصل. فهمت؟ عبيد برو ذيك هو الأصل، ما تنجمش معناها. فهمت؟ هي على حساب هكا معناتها ما نعرفش وين باش نمشي. وانت تعرف لي كوليس نتاع الحكايات الكل، وتعرف فما عبيد خايبين برشا معناها، يوصلوا يشريوا في المضرة لبعضهم، ويشريوا في الدوين، ويشريوا. فهمش تحكي لك؟ معناها انا في بالي بهم مواضيع هذوما كل، وانت في بالك بهم. اما حتى ما باش يدوم يا برو بهايم فخاخ بوغ فينيغ. معناها انت عملتهم هذوما الكل، غدوة تشوق في الكياس تضرب الكرهبة. فهمت؟ حتى في دفينتك باش يجيوك برشا عباد اما باش يسبوك وانت ميت. فهمت؟ هذيا هي. انا الحمد لله اخويا ديما كي حتى كنت تشبد في ظهري، نتشبد بالمريقل بالرجله بكذا. فهمت؟ هل تعمل ولا يعرفوا رواحهم هذوكم نعرفوهم زاد ما يحكيوش عن نعمل في المزيكا باش تعيش، والا المزيكا تعيش فيك؟ المزيكا تعيش فيا انا بليتو، معناها كونتينياسيون نتاعي مزيكا نحبها، استوار دامور معناها الكبيره نتاعي في حياتي معناها الموزيكا. كان ما جيتش فما موزيكا وانا في دارين كاماندي، قلت هذا على ليبوك اون 2009 في تراك اسمه بيبي جديد زيك. كان ما جيتش فما موزيكا، كيفاش كنت نجم تكون حياتك؟ والله ما نعرفش برو، تلمو عندي غل داخل يمكن نكون سيريال كيلر. ممكن تسير بينك وبين روحك تقول كان ما مشيتش الموزيكا، ولا كان موزيكا ما عطاتنيش. كيفاش كنت نجم تكون حياتي؟ عبد السلام نولي عمل فينيكس فرير، مش فينيكس عمل عبد السلام نولي. ديكو فما بارتي مني هي فينيكس، مي ابار سا جي في دو تروك في حياتي، قريت مشيت خدمت سافرت عملت مشيت. فهمت؟ معناها كي نحط راسي في حاجه الحمد لله عندي القبول تمشي معايا الفاز. ما فماش فاتوره غاليه خلصتها جره الموزيكا؟ قالت لي حياتي الموزيكا فرير، قالت لي حياتي سي نورمال. اما نحبها برو كيما واحد يحب مراه، ولا معناها وهي مهبلته سي ساف خير. اما كيف مازيك خير؟ اما من دوني العبد يقول لك هاو ايزي. بالعكس برو، انا توا في تمكي ديجا، البريود الاخرانيه اكثر بريود هبطت فيها موزيكا يمكن في 8 سنين الاخرانيين، ومازال عندي قصف معناها الجمعه الجايه والجمعه اللي بعدها وكل جمعه باش نقعد نهبط في تراك، وراجع نمزك على الاخر وشيخ على الموزيكا والرياكسيون تاع العباد مريقله وعامل جو. انا جو سوي دون مون اونيفير. الموزيكا تعمل فيها اللي كنتي برينسيبالمون، ولا تعمل فيها للناس؟ والله انا نعمل فيها للليغو نتاعي بوغ نوغيغ ليغو نتاعي. خاطر نوغي غاف، نحب الموزيكا برو. انا كي نبدا شاد الميكرو ونكيكي فوالا فخير في الطمبك الاكستاز بتاعي. ابار سا فما لي فاناتيك نتاعي لعبت تحبني، عندها 10 سنين و12 سنه و15 سنه تحب موزيكتي ويتبعوا فيا. واحد واي جو سوي لا بوغ او سي فخير، عبيت تعطي فيا في برشا حب وبرشا فازات برو. برشا من ليبوك اللي انت بديت فيها ومن ليبوك اللي كانت صعيبه، بعدو كاريمون مختفيو. فما اللي بطل، فما اللي مشاش في حياته، فما اللي عاود حياته، فما اللي شد ثنيه اخرى. من تيم 2009 تعديو 10 سنين 20 سنه الى حد 2009 في كومونسي اون 2005. انا انت قلت لي 2009 بكري. 2003 اول مره سجلت، 2005 اول مره 2003 بديت نكتب، 2005 اول مره بديت نسجل وقتها كولي ديت برو وميكرو بلاش كارتسون معناها على ليبوك فازيت معناها. اي بي من بعد 2009 وقتها بديت اكا برودوي عندي باج وعندي. فهمت؟ خلينا ناخذ 2009 ميسالش، مانيش باش نختلفوا 5 ولا مش مش من 2009 الى حد الساعه هذه ثنية طويلة برشا. عبسان فينيكس مازال موجود. والحاجة اللي يلزم الإنسان ديما يتسألها، يقول اسكو أنا في الثنية صحيحة؟ اسكو أنا في الثنية الغالطة؟ اسكو موزيكتي قاعدة تبدل؟ اسكو موزيكتي قاعدة تغير؟ اسكو قاعد نعمل فيها امباكت؟ تعرض فيا في الشارع الحكاية سي ساس كي مدون لا فورس فخير. ما حليهم العباد راهو يوقفك يقول لك فلان راني عشت معاك الحكاية هذيك وعشت وعشت وأنت ودرشنية، وكي قلت انت الفازة ذيك راني انا عندي فازة في حياتي سما دوني دلا فورس في الـ في الـ في الكا ذيك اللي انا تو ما دوني دلا فورس جي شانجي ما لايف غراس ا اون شانسون. حس باور مش نورمال ميك فريمون برو، راهو حاجات. اذا كان نقولك بفضل الموسيقى تبدل حياتك المخير، والا تبدل حياة اللي تسمع فيك مخير، شكون تختار؟ والله برو انتوكا معادله صعبه. فهمت هذيك الفخ؟ معادله صعبه برشا برو. مي بالنسبه لي انا راهو كي تبدلوا حياه العباد معناها اللي تسمع فيا، انا بيدي حياه معناها انا بيدي جو سري ساتيسفي معناها. خاطر العباد برو يعطيو فيا في برشا حب برو، الناس تحبني معناها تحب تسمع كلامي، ماخذيني روبير في حياتهم،
يتكتك في فازيت وهو يسمع في فينيكس. معناها ذيك انا ديجا سامنوغي فخير، انا ليغوم تاعي مريقل انا قادي. عبد السلام، انت في فتره معينه نجم نقول عليك كنت رابور بور اي دور، بعديك تبدلت تلونت، فما دي مومون اللي مشيت فيهم لديزونيفير اخرين، رجعت مشيت تك تك مره تمشي وتجي ترجع لليونيفير، لكن ريالمون اليوم الراب بور اي دور نوعا ما اختفى. نو فخير، لا يصح الا صحيح. انا علاش لتوا العباد تسمعني وديما توندونس وديما جوي باهي، والعباد في الشارع تقابلني تقول لي فينيكس فازي بيغ ريسبكت واحد كل شيء؟ خاطر شادة ثنية صحيحة، عمري ما حكيت تكستوات ميعة، ولا ديما الكريتور متاعي مريقلة، نكتب بالكدا، نحكي على الراب كي تقعد، نحكي على الراب بور اي دور نتاع البريود هذيك نتاع 2009 و2010، اللي وقتها نقدوا الفريستايل نتاع اليوم، اللي نقدوا اللي ننقدوا اللي نزعزعوا في السلطة، اللي السلطة تخاف منا، اللي الكلمة متاعنا تجرح، اللي الكلمة متاعنا توجع. أين هذا؟ موجود فرير في التكستوات يا اخي وصايا. ما قلتلكش كان انت نحكي على اليونيفير ككل، سين ككل. انت معاهم فرير، انا جو سوي دون مون ايلون، جوي باهي، انا جو في سكو جو، نعيش على كيفي، وانا نحب نكون مفرح في روحي، خاطر قعدت نحسب برشا حسابات في حياتي، ونقرا في حساب العباد ونقرا في حساب هذاك. مازال مستحفظ على الراب بور اي دور؟ مازال اليوم نجم نقولوا هذا هو، هذا هو، هذا اللي قاعد مستحفظ مازال؟ انا ما عادش فما شوف. فما فروخ صغار طالعين برو يرابيو مش نورمال، معناها باش يرجعوا الموفمنت تاع الراب هكا، الراب راب. فما عباد زادت سلانجي وتكتب واحد وكل شيء، كيما حماده بار اكزومبل. حماده يفايبي، عنده فايب نتاعو، عنده روح نتاعو، فاست وفاز فرير، معناها توندونس ماشيه في المعربه واحد وكل شيء، ماهيش سواق ولا ماهيش مرخيه كيما لي توندونس اللي طالعين، وماشي مريك. فما رابوريت يعملوا في راب صحيح زادة صغار، رجع البومباب توندونس ورجع فهمت، والكبار إذا كان صغار هما اللي بيش يستحفظوا على الراب، مالا الكبار شنو بيش نقولوا له؟ الكبار يدخلوا في الفلوس فرير، وعاملين كوميتا وعاملين لوبيا وعاملين لغة وشلاق شيمي ومنا ومغادي، فهمتش نحكي لك. أنا مش مشكلتي راو معناها الموزيكا البيت كوميرسيال، أنا بدي نخدم بيتات معناها كوميرسيال وشطحوا إتو سا، ما الكونتنو متاع الحديث اللي نحكي فيه ديما فازة تفايقك، فهمت؟ سي سا كيفي لا ديفيرونس انتخو انا والعبد الاخر. شاي اكثر حاجة فخور بها عبد السلام فينيكس؟ عبد السلام فينيكس؟ شاي اكثر حاجة ماكش فخور بها؟ عبد السلام فينيكس. شاي اكثر حاجة اللي تقول تيان غاني عملت الحاجة هذي؟ بان تلمو عشت برشا ديناصور انا، فهمت؟ ديكو عندي برشا ديزيتاب عشتهم في حياتي. اذا كنت لك حاجة تقول هذي هي هذا التحدي وكسبته، ما نعرفش، مازلت عملت برشا حاجات ومازلت نعمل برشا حاجات ديكو، معناها اذا كان فما حاجه ندم عليها، اذا كان فما حاجه ندم عليها ما نعرفش، يمكن كان نسمع الاذان ما نمشي نصلي ساعات، معناها نحس رجري معناها مع ربي، معناها الفيزافي الوحيد اللي اقوى مني في الدنيا معناها في اللي قوم تاعي هو ربي، باقي الكل يمشي على روح. شنو هي الحاجه اللي بينك وبين روحك تقول حقني عملتها وما عملتهاش؟ نو ما نندمش انا، ما النهج هذاك ما نحبش ندخله، ما يعجبنيش هكا الندم، ما عنديش منه جمله. انا كي نعمل موجود عملت سي بون سي في ولا. شنو اكثر حاجه تفرحك؟ ضحكت امي، ضحكت امي، معناها كي تضحك امي نحس الدنيا، نحس الدنيا حاجه اخرى. شنو اكثر حاجه تبكيك؟ ما نعرفش، كي نحب نعمل حاجه وما نختلهاش فهمت، نتغشش برشا، ما نبكيش انا نتغشش. وقتها حسيتها صعيبه اكثر مره؟ ما نعرفش، كي بابا قدامي ميت ولا اخويا قدامي ميت ونحب نرجعو ما نجمتش، ديك حاجه تفوتني فهمت، سينو الباقي الكل. كي نرجع بيك الوقت وحاجه تحب تصلحها شنو تكون؟ ما نعرفش، كارني قعدت مع اخويا الله يرحمه اكثر وقت، خاطر متوحشو توا على الاخر. اذا كان فما نعطيك باجيت ماجيك، عصا سحريه وحاجه تنجم تبدلها شنو؟ نبدل قلوب العباد مخيبهم كحالو ياسر فرير و مخاخهم انتانت فرير. انا فما من سين اكتشفته ريسامو وقاعد يعمل في برشا موسيقى بنينه، بلي نحب تصفيقه كبيره على حميد هاي جاب حذينا. حميد هاي حميد من غاديك حميد،
حميده من الاصوات اللي عجبتني داير تيتر مع بعضكم ليلي لا خرج 6 ايام التالي عمل اليوم 200 الف مشاهده لليوتيوب. حميده مرحبا. مرحبا بيا. شنو عاملك؟ سهله بيس. الحمد لله. علاش عبد السلام فينيكس تعاملت معاه؟ والله انا برشا معناتها عروض جاتني بر عبد السلام. مين عبد السلام؟ معناتها مريقل كي تعاملت معاه مريقل وديجا معناتها ناويا انا نعمله في تويدينغ من وقتها صار ربي فهمت. مي كخدمه معاه مريقل على الاخر نسير معناتها خرجنا ماك ستريس بتاع تصوير كليب حكم انا جديد معناها في الدومين ماك تعرف معناتها خرجنا من ستريس هذاك كل شيء ساهل مشيت باري تاب كل شيء منظم والحمد لله. شيء الحاجه اللي اضافها عبد السلام فينيكس اللي كنتي في التيتر ذي؟ والله يا بارسا معناتها اضاف برشا حاجات معناتها سينو بارول وكاسح على الاخر جوست تركز فيها معناتها تفهمه ومعناتها سي معناتها تكون فخور انا معناتها اني نعمل غنيه مع عبد السلام فينيكس خاطر معناتها قبل الناس ما فيها معناتها باش نكونوا واضحين فهمت كيفاش معناتها صافي بليزير. كي تذكر روحك وانت صغير تتفرج في غنيته على اليوتيوب واليوم تغني معاه؟ ديما نقولها ديما نقولها للعباد صحيح ديما نقول ديما نقولها حتى لاصحابي معايا كي نبداو مع بعضنا نقول لهم شوف الدنيا مصغره معناتها البارح في الوقت نسمع فيه السنه معناتها الحمد لله نغني معاها معناها فهمت. اونكيل فخاك في ميريتني حميده للامانه جميعيت فخاك لا كل عبد ياخو حقه معناتها حميده من الناس اللي عندك صوت باهي وتغني مليح للامانه. كيف جيت للموسيقى؟ والله انا راني من قبل معناها نمزق فهمت مي ما جاتش فرصه اني معناتها باش نمشي للاستوديو ولا معناتها باش نمشي نسجل فهمت مي ديما نعمل فايب ويد ديما نكتب ديما كذا فهمت. جات ايتاب في ايتاب حياتي معناتها اني دخلت الحبس معناها وكل شيء وكي خرجت معناتها هذيك اللي كانت لي سبب اني باش نرجع نغني معناها كنت نغني معناتها في حبس فهم. العبيد غادي اكتشفت موهبتي دي قالوا لي راك تغني لو عندك صوت ما انت شبيك ماكش انت كلمه صارت لكش الحاجه هذيك عمرك يا جيت في السلاح عرفتك رب ذره النافعه معناتها جيت لي في السلاح انا معناتها ربطية ذيك الحمد لله معناتها فقت بها على وضعي وشديت الريق لو وقت تشوف فيا معناتها اليوم بحذاك معناتها ربي من بعد اعطيني جوست ام تي مومون خاطر باش نعدي ديديكاس شوك بي ما يخصوش تم بعد فوالا باش تفكر سيي الحبل تقطع نرجعوا حميده جينيراسيون نتاعك تويك اللي هي طالعه وفما برشا من الناس معناتها كيفك اللي مازك اللي شانتي اللي رابي اللي داشني وكل شيء كو تشوف اللي فما جينيراسيون تنجم تاخذ مشعل في الوقت الحالي أكيد. كيف ما يلزم اكيد شكون اللي تشوفهم قاعدين يعملوا في حاجه مزينه من جينيراسيون نتاعك؟ والله انا نعرف برشا ناس حتى في حومتي تعمل في موزيكا سبيسيال على منين الاخر حميد؟ انا من الياسمينات وديديكاس لحومتي ياسمينات واحلى معناتها الريفي ولاد حومتي فما برشا معناتها ناس تستحق انها معناتها تغني وتستحق انها تقدم في حياتها مساعات ظروف تحكم معناها فهمت. فما ناس ما عندهاش كيفاش تسجل فما ناس ما عندهاش كيفاش تتحرك فهمت كيفاش انت كيفاش استنبطت هذا كل؟ والله انا اقسم بيدين الله الحقيقه معناتها عندي ولاد حومتي معناتها في الغربه نقدم لهم ديديكاس معناتها مارفيل برود احلى ناس مارفيل برود معناتها هي اللي معناتها قامت باكتشافي معناتها من المان معناتها فاهم كيفاش يعني وصلت انا اول ما بديت وحدي معناها فهمت تعرف انت فلوس كذا كذا فهمت سيتياسيون ذيك فهمت مي ربي وفقنا الحمد لله مشيت سجلت اول تراك تعاملت مع بروديكسيون اخرى مي مسهلش ربي فسخنا الكونترا وبديت المعامله مع المارفل معناتها من كليب هرب الحمد لله معناها حميده انت من الناس تويك اللي تعديت في راديو ماكش ما تفهميش بالغلطه ماكش كضيف اساسي معناتها ماكش كضيف رئيسي بلوتو اكيد 3 سنين اخرين ولا 5 سنين اخرين نحبك تولي انت في بلاصه عبد السلام والله لا تدري عليه اخويا انا كضيف نعطيك 3 سنين ماكس اسمعني انا كضيف مش اساسي اي ما تفهمش اي اليوم ريتني مع عبد السلام تنجم تغمض عينيك تحل عينيك تلقاني معناتها في اعز برنامج تلقاني برا تلقاني عندي معناتها 3 سنين لا حتى اقل حتى اقل امبيسيوف حتى اقل ما تدريش على الوقت كلمة كيما جيت ما يعرفني حد فهمتني نجم نعمل انسان ما كيفو حد معناها فهمت ويجبل ما يهزك ريح صح صحيت نستنيك عام وان شاء الله تكون موجود والله في حتى اقل فهمت وان شاء الله معناتها الوقت هذاك النجم معناتها كيكون متفاضي باش يجيب حذاك وان شاء الله كلمك ان شاء الله كلمك وما تجاوبش نتمنى لك كل الخير حميده بحليك صديقي ان شاء الله برشا توفيق ويا ربي ان شاء الله البيبين الكل محلول عبد السلام هاي رابيدمون هاي باهي اون فيت فوالا حبيت
حبيت نعدي ديديكاس ليكيبا الكل خاطر توا قاعده نخدم فورس وقاعد مركي معناها في برشا تراكات في جرت بعضهم ديكو فوالا نحب نعدي ديديكاس لادامس وولف بيت فهمي ريز ميوزك كمان ترابلسي اشرف دبيبي خليل لغمي رامي سايف فينتاج ميلاد جيتات نتاع الكليب فينيكس كريم اكسكلوزيف سكونت تاع ديجيتال خليفه حما حما ونحب نقول فري دكا وتحومتي ان شاء الله ربي يفرج عليه فهمتوا ديديكاس صاحبي حموز ميرسي انفينيمون سليم فينيكس شكرا ليك صديقي حميد ديديكاس خويا المارفل برودكشن ولا فامي والياسمينات ولا حوايج احلى مارفل شكرا ليكم ميرسي انفينيمون الانترفيو كامل تلقاوه موجود على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام